ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان دير. هكذا حدثنا هردبشت. ما في ثقة. لا يثق الماشي بالسائق ولا يثق السائق بالماشي، حتى الراكب لا يثق بالسائق. يثق الشرطي بالسائق أنه بعد الصافرة سيصف ويناوله، ويثق السائق أن الشرطي سيفتح دفتر الأوراق ويأخذ منه ورقة. لا يثق الماشي بالسائق وهو يجتاز الشارع والإشارة له وأفضلية المرور للمشاة، ويثق السائق بالماشي ويأخذ منه الأفضلية. لا يثق المواطن بالموظف الحكومي كي يمشي له الأوراق، ولا يثق الموظف بالمواطن إذا مشى له الأوراق. بجوز ما يدفع، حطوا تسعيرة طيب للإكرامية على الواجهة، فلربما دخل إليكم مواطن غشيم أو مغترب لئيم. ولا يثق التاجر الصغير بالقوانين، ولا تثق القوانين بالتاجر الصغير. أما التاجر الكبير فالكل فيه واسقين. لا يثق المستثمر الدغري بالترحيبات، ولا يثق الشريك الإجباري المضارب بالمستثمر الجديد. خلينا على القديم، وحفرنا في القديم إلى أسفل السافلين، حتى طلعنا بدل الماء بترول وصرنا على نبعة نفط عايمين. لا ثقة للخروف بالجزار، خاصة إذا كان معلق على خصره سكين وماشين مثل قطيع جنتلمان، لا ماء ولا عشب. فجأة تأتي الخيرات، مياه عذبة مخلوطة بالتبن، علف خمس نجوم. يا للهناء التي نحن فيها، يا للرفاه، يا للبنين. وفجأة صار في برقبته سكين. شو عدا ما بدا؟ هلأ كنا معلوفين ومبسوطين، شو جاب السكين؟ لا يا حبيب، شو مالك سمعان بموعد التسمين؟ لا والله، بصراحة استغربنا شوي لما شفنا الأكل عم يندلق قدامنا، وفكرنا حالنا ونحن وعم نشرب المي بجنات النعيم وعلى الجنة إن شاء الله رايحين. وخالص وداعا يا أحبابي، وداعا أيها القطيع، فها موعدي مع الجزار قد تحقق، وها هي الروح تتحرر من جسد الخروف الفاني. على قولة سقراط، كل خروف فان وركبنا لك بالفان. علامة عصرنا الساطعة، ميكرو سيرفيس، مزة، جوبر، أوتوستراد، وركبوا الجسور وحفروا الأنفاق وقالوا للمشاة عبروا، وسر هواة التجار فاستأجروا المحلات في الأنفاق ودفعوا للمحافظة بدل الإيجار. لكن حساب البيدر طلع غلط، لأنه ما في مشاة، عم يقطعوا من فوق، عم يعبروا المفارق والأوتوسترادات من خلال السيارات المسرعات، مضحين بالحياة، قافزين من فوق المنصفات. اقطع لهم رؤوسهم لكنهم لن يعبروا الأنفاق، وخسر التجار الصغار وشمعوا المحل لأحدهم دون سابق إنذار، حتى أن كل أوراقه وأعماله وأمواله كانت في الداخل المحجوز. بيجوز هالحكي؟ لا وأيم الحق، ما بيجوز. أزمة ثقة تهتز لها الأركان. ما في ثقة، لا قانون للعلاقة بين فلان وفلان، بل هناك قانون لكن ما حدا بالأمر سمعان. دوائر الحكومة ماشية على المراء، على المزاج، لا رقيب عليهم، لا محاسب غير المواطن الهفتان اللي عم بيحاسبهم، بس حسابه قلن مختلف عن الحساب. حسابه قلن كله إكرام وكله إنعام وكله عايش حساب كله، والحساب ليوم الحساب، كل شي بوقته حلو. حلو؟ هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان دركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.